كويس. طبعا ما في حاليا، طبعا ما في حاجه اسمها اداره العلاقات جوا اي مؤسسه او كده، ما في حاجه مصطلح او وظيفه تأتي بالمسمى ده حاليا. طبعا كويس، قد مستقبلا يبقى حاجه زي دي وكده. كويس. بالنسبه لكلمتك دي اللي هي انك تتكر اوف الريليشن، المفترض موجوده انك تعمل المراجعه. ليش نو تعمل المراجعه ل المستوى بتاع الديليفري اوف اوثرايزيشن، اللي هي المستوى بتاع التخويل بتاع السلطات بتاعتك ومتابعته من خلال الهيكل التنظيمي بتاعك. اوكي، في حته زي دي انت لازم تحتاج للتوعيه بتاعت انه كل وحده وكل قسم يكون مخطوط الهيكل التنظيمي العام بتاع المنشأ قدامه، على اساس يعرف طبيعه العلاقات دي شنو. نحن هنركز في حاله زي دي، في المرحله دي هنركز لشنو؟ للعلاقات الرسميه. العلاقات الغير رسمية دي ما فيها، لأنه ممكن المدير ما يكون ما عايز العلاقات الغير رسمية ولا بيحب يحبذها أو غيره، عايز فأنت عمل مقيدة. عايز عمل. أيوه، فأنت تركيزك للتطوير أو للحتة دي اللي هي إنك في معرفة كل شخص لمدى سلطاته وصلاحياته وعلاقته مع ماله. العلاقة دي هي شنو؟ هي علاقة اللي هي واجبات، حقوق وواجبات ما بين الأقسام والزملاء مع بعض. فبالتالي لما كل شخص تكون الحكايه دي فيزبل واضحه وظاهره بالنسبه له، وما بتدخلك في عمليه بتاع التدخل او تقول لسلطه الاخر او حته زي دي، فوضوح العلاقات نفسها ومدى سلطتك شنو ولا عليك شنو وليك شنو والحدود دي ايوه. لما دي بتجيك، لما يحصل مشاكل بتجيك الحلول. لما تجي تبين النوعيه دي وتكون واضحه، فبالتالي شنو ما في واحد بيتقول في علاقة واحد مع لواحد لحد، لأن مثلا في مشكلة فلانية واحد يتطوع ساكت يحاول يحلها، لا. فمفترض إنه هو صلاحيته شنو وداك صلاحيته شنو في حدود الأشياء دي.